اشتغلت برضو في يعني في أماكن كثيرة، يعني فترة من الفترات في مكتب يعني السيد الوزير عمرو موسى. يعني هو خلق منصب سماه المستشار السياسي وزير الخارجية، لم يكن موجودا قبل ذلك، وإذا ما كانش فيه job description أو مهام وظيفية محددة. المنصب تطور حول أمرين، أولا شخصية عمرو موسى وعلاقتي أنا بعمرو موسى، والشيء الثالث شخصيتي أنا. لما عمرو موسى عايز الخبر السريع قدامه بكل وضوح وصراحة من غير لف ودوران، فكان محتاج حد مستعد يعمل هذا الكلام بدون تردد. أنا كنت اشتغلت مع عمرو موسى قبل ذلك في البعثة الدائمة في نيويورك، وعرفه شخصيا حتى على المستوى الشخصي من قبل ذلك، وعارف أن هقول له الرأي مهما كان رأي ده هو يعني يرحب بيه أو ما يرحبش بيه هيسمعه، وأنا واثق أن هو عايز يسمع الرأي بصرف النظر عن ده يريحه ولا لا. فانتهت الوظيفة إلى مجموعة حاجات، إذا شيء جديد يبقى يمر على فلان ده قبل ما يجي الوزير على المستشار السياسي، إذا فيها مشكلة يمر على الأستاذ ده قبل ما يجي الوزير. أيوة. أيوة. عشان الموضوع يعني يتولف وتكيف بشكل كويس. لو أمر طبيعي ملوش دعوة بيه خالص، ده يروح للمؤسسة بصفة عامة. إنما النقطة الثانية بقى، أي مكالمة بعد 12 بالليل أي حد في العالم ما تجيش اللي علي أنا. يعني يجي نكلم واحد من يابان ولا واحد من هاواي والسنترال بتاع الخارجية محتاس هيعمل في ايه، كلمه الافندي المستشار السياسي وهو يقرر. فانا يعني كان في حاجات مهمه، انا كلمت صحيح. الوزير عمرو موسى وقت ما يلسن قلب جورباتشوف صحيته من يعني تغير النظام السياسي في روسيا، في روسيا حاجه كبيره يعني شيء ما غير متوقع. كلمته الساعه 5:30 الصبح بالظبط وصحيته منه، ونتيجه ان شخصيته وطبعه طالما فلان اتكلم يبقى لازم في حاجه، مش منزعج. ايوه. ها يا نبيل في ايه؟ فقال له حصل كذا، قال انت بتهزر؟ قلت له انا نفسي شكيت ولذلك اكدت من الخبر مرتين قبل ما اكلمك. واحد ضحك حضرتك. حضرتك تعرفي كان الرئيس مبارك باعتباره عسكري بيصحى بدري. ويعتبر ان احنا كمدنيين مش عايز اقول كساله انما مواعيدنا مش بدري. والحقيقه في دي هو كان ظالمنا شويه. فراح متكلم عمرو موسى الساعة 6 الصبح، 6 الا ربع. والله يرحمه كان هيكون سعيد جدا انه يمسك على عمرو انه هو مش عارف الخبر لسه والرئيس عرفه لانه عنده مؤسسات بتبلغه. فراح متكلم عمرو موسى، فعمرو موسى اول ما رد عليه قال له صباح الخير يا ريس، ده يلسن قلب جورباتشوف. وقعدنا نضحك على القصه دي سنين بعدين. فالوظيفه كانت جديده انما هي وظيفه مطلوب فيها المصارحه يعني الكامله. يعني دي كان اول مره يبقى في حاجه اسمها مستشار سياسي في وزاره الخارجيه. صحيح. ولم يتولى اي حد هذا المنصب لغايه من سنه.